ما هلا كل واحد منا بيقدم خمس خطوات لقدام وبيبرم وبيقوش راسك. بعرفان لا تقوش دغري، الله يخليك، خلينا نعمل بروفا بالاول، هي اول مره بدخل مبارزه. ابو عرفان نحن بنتماسك بالحاره، تجي نتماسك لك شو تتماسك؟ ما نتماسك فولجير لك يا ابني، فرح بعبتك لاني عم علمك كيف النبلاء بيدافعوا عن كرامتهم وبيستردوا شرفهم المهدور. شو بك؟ هيك لازم نعمل ابو عرفان؟ لا هاي ما دخلها، ممكن تحكي لي ظهري هون شوي؟ يعني احكي لك ظهرك؟ ايه ما في مانع، بنعمل هلا هدنة حكاكان خمس دقائق. يا عمي شو هدنة حكاكان؟ شو هدنة حكاكان؟ يلا اوصوا خلينا نعرف مين بده يموت. لك انت خير. يلا حكي لي. ايوه لا تحت شوي تحت. ايه لا هون لفوق لفوق. ايوه لفوق. ايه ايه سلام على الشمال على الشمال. ايه 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 لا كمان لتحت شوي لتحت على الدنيا. عندك انا فهمان عليك، ملاعيبك هي ما بتمرون علي. وينك؟ لا تفكر انه تجيك نجده او حدا يجي نغزك. خلينا نعمل بروفا ابو عرفان. ما في بروفا، انت عم تضحك علي. يلا ارجع لمحلك. يلا وعك. انا وينك؟ انا عد من الواحد للخمسه. رفعت الديك؟ شو ديك؟ ما ديك عمي ابو عرفان. سكوت انت يا جاجه. لا انا بتزول من الكلمه. سكوت رفعت الديك؟ اي رفعت رفعت. يلا رعد. يلا تعد من الواحد للخمسه. واحد اثنين. شو صار؟ اختفاف. جديد بالصباح؟ ليش هيك مبطوح؟ شو عامل له؟ لك شو عملت له فرحان؟